الفرق عم تتهيأ وعم تستعد لتنخرط مع فرق أخرى كتائبية أو حليفة. هالفرق عم تتهيأ لتندمج كلها سوا بمؤسسة عسكرية وحدة ضمن القوات اللبنانية، لتقدر كمان تعطي للبنان قد ما عطته لهلأ ويمكن أكثر. هالفرق المغاوير والوحدات المركزية وفرق كتائبية أخرى اليوم عم تستعد مع حلفاء لها لتبلش تنخرط أكثر وأكثر، لنقدر نجابه بالمستقبل. نتأمل يكون المستقبل القريب كل الصعوبات يلي عم بتجابهنا، لنقدر نرجع نعتبر كل لبنان حر وكل لبنان لنا. هيدي الهدف، هيدي الاستعدادات، وهيدي كل التحضيرات يلي هالفرقة هيدي عم بتقوم فيها ليوما ما تتمكن تقوم بواجباتها، مش بس بإناد، مش بس بمناطق لبنان الحر، إنما بكل المناطق اللبنانية يلي بحاجة لمين يحرر. هيدي بكل تواضع، هيدي بكل بساطة، وهيدي كمان بكل وضوح معنى هالحفلة الرمزية الصغيرة يلي هلا عم بوجه الموت تتردوا حولك الأبطال وقفوا وانشرب يا ساكن أفا وصدرهن مدوا سكبلن بعد من خمرة العنهن كتب بيدوقها بيصرخ بعد بدو انت سكب خمرتك مش من عنب الفتخة وبالمجد ما نعدو شفتم لمش لبنان بيهب الغضب من جلحتك والسل بتهدو تاريخنا مش سيف مسحوب وشطب يلي يجوا عالطو يتعدو عطريق الأرض مش رحنا جوان اللون والمدو روب السهر تنمرق ونرمي العتب وعالسنين البيض يسمدو عصدورنا مكتوب بحروف الدهب بسمك الصخر العاصف حدو شبينك قواس النصب عرشك مش خشب صوبك مدن وعيون ينشدوا شفتم لمش لبنان بيهب الغضب من جبهتك والسل بتهدوا تاريخنا مش سيف مسحوب وشطب يلي اجوا عالطو يتعدوا عطريق الأرض مش لحنا سحب برجوان اللون ونمدو روب السهر تنمرق ونرمي العتب
وش الموت تترده حولك الأبطال.